فضيلة الشيخ، قد يقول بعض الآباء إني عاجز عن أبنائي ولا يمكنني ضربهم، فماذا أفعل؟ علما أنهم لو علموا منه حرصا على ذلك واهتماما وغضبا وتغيرا بسبب تركهم للصلاة لأثر ذلك فيهم، فهل من كلمة؟ نعم، وكما ذكرنا أن تساهل الآباء مع أبنائهم من أول الأمر وهم صغار هذا هو الذي جرأهم على عدم المبالاة بالصلاة، ولو أنهم تعاهدوهم من الصغر ونفذوا فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع أضربوهم عليها لعشر، لنشأوا عليها واعتادوها وألفوها. فإهمال الآباء هو الذي سبب استعصاء الأبناء إذا كبروا، يجب على الآباء أن يلاحظوا هذا الأمر وأن يهتموا به غاية الاهتمام. والضرب للوالد أن يضرب، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلطة، قال: واضربوهم عليها لعشر، له أن يضرب وهو راعي، والراعي له أن يضرب رعيته إذا خالفت، فهو راع على هؤلاء، من صلاحيات الراعي أن يضربهم على المخالفات. نعم.